سوف نلقاك جموعا، سوف نلقاك هتافا، سوف نلقاك ربيعا. قولي لأهلينا سنأتي بين طيف ورؤى، بين آهات المسافر وابتسامات الدجى. كنا ونحن صغار في البيت جدنا محمد احمد فرح نلحو ونلعب مع بعض، فلا ازال اذكرها بظائرها الطويله الجميله في حتى في طفولتها هذيك، عندها احتداد وعناد وجزل ومرح. ايام اولادي، وبعدين مشينا في درجه السبا، وفي ذلك الزمن بعد فاضل دخلت 15 16 تبلورت في امرأة ممشوقة القد جميلة المحية. فوق ذلك كانت امرأة ذكية الأولى بتاع دفعتها من الكتاب والابتدائي والثانوي، وكانت تخش الجامعة أولا. بعضهم يعرف أن عمنا أحمد إبراهيم أبوها رجل دين وورع، لما فيه رجل خبيث قال له أنت رجل الدين وورع، كيف تسمح لبنتك تخش الجامعة وتختلط بالرجال؟ عم أحمد استجاب للكلام ده ومنع فاطمة من دخول الجامعة، لكنها ما تقاعدت وما توالت وما تهاملت وصرفت كل جهودها في الكفاح. أي صوت زار بالأمس خيالي، عاف بالقلب وغنى للكمال، وأذاع الطهر في دنيا جمالي، وأشاع النور في سود الليالي. مستعظفاتنا ما بيعرفوها السودانيين وبس، بتعرفها أفريقيا، بتعرفها لاتين أمريكا، بتعرفها كل الدول الفقيرة في العالم وكل النساء في العالم اللي هم بيعانوا. وثبتت لنا أتليس قوانين في السودان نحن ما كنا حنلقى، هي ثبتت لنا في السودان قوانين الزواج، محاربة العادات الضارة، محاربة الخفاض. استطاعت أن تحقق للمرأة السودانية حق التصويت وحق الترشيح وحق التمثيل في المؤسسات التشريعية والسياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل، ولكن بنضالها لقد أخذنا الأجر المتساوي. وهل تعلموا إن المملكة المتحدة إلى الآن
لا تعطي المرأة مثل الرجل، وإلى الآن يزعو في أن يكون لهم الأجر المتساوي مع في العمل المتساوي. فاطمة لم تقف على الرصيف مراقبا ومتأملا تجاه قضية الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي، ولم تقف على الحياد، فقد كانت شديدة الكراهية للمنطقة الوسطى. فاطمة أحمد إبراهيم غابلت الرضاع وناقشتهم وحددت معهم سن الزواج للمرأة السودانية 18 عاما، وتستشار عند زواجها. كانت امرأة جسورة وبسيطة ومنفتحة ومتحمسة على المجتمع ومنفتحة على كل المجتمع السوداني. الآن في ظاهرة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، رغم القهر والقمع ورغم ما حدث من قمع تطاول على السودانيين، لكن السودانيين حتى الأجيال الجديدة عندهم ذاكرة. الآن فاطمة حد إبراهيم تجمع كل السودانيين، أي زول يدخل في السوشيال ميديا وسيجد السودانيين من كل أنحاء السودان بيضعوا صورة فاطمة حد إبراهيم، ما بيعملوا الكلام ده. والسودانيين ما بيعملوا الكلام ده لأي زول. أحيي الشعب السوداني وأحيي المرأة السودانية، وأتمنى للشعب السوداني كل سعادة، وأن يهديه لمساواة المرأة، تحقيق مساواة المرأة واحترامه في المنزل وفي المجتمع. وأتمنى للشعب السوداني كل خير.